السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير عليكم حبيباتي، وش حوالكم؟ لاباس؟ ماليكمش؟ نتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير. واللي يدخل جديد للقناة نرحب به ونتمنى يعجبوا المحتوى اللي راهو فيها، ومينساش يدير ابوني وجيم. ونبداو كيما راكم تشوفوا مع بعضنا الوصفات نتاعنا نتاع نهار اليوم. جد جد سهلة وبزاف بزاف بنينة، وتبعوا الفيديو من الاول للاخر، فيه بزاف وصفات ملاح وينحي عليك الوقفه نتاع الكوزينه، سورتو البنه. بون، كيما راكم تشوفوا درت الخبز هذا بالزيتون، جا يهبل اكو شفتوه زي ما جا. ودرت الكراتا هذا، تقدروا تسميوه كراتا شاورما، تقدروا تسميوه كراتا بطاطا، شوفوا مخلط من كلش الخضار. كراتا وعليه الكلام، يعني كما نقولوها كراتا يهبل في البنة وساهل في الخدمة وكلش، وما يديش مكونات بزاف. أما البيتزا التركية هذه اللي بزاف 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 خفيفة، بزاف خفيفة، وجات واحد البنة فيها يا البنات، وكل واحدة ودرت فيها حشوة، يعني نوعت لكم وانتي على حساب إمكانياتك وعلى حساب وش عندك. دركا مع بعضنا راح نروحوا للمكونات نتاعنا، نبدا لكم لا فيديو نتاعنا اليوم بال اول حاجه نبداو بالبطاطا، هي الاولى نحطوها تتقلى وبعدها راح نكمل الوصفات نتاعنا. فوالا، كيما راكم تشوفوا حبيباتي حكمت انايا البطاطا نتاعي، درتها دبتيدي كيما راكم تشوفوا. والكمية شوفوا انا كنت درت كمية لا بأس بها، باسكو وليداتي انا قليتها شوية بكري باش هما بعد تاكلو منها تغداو منها، ديما نبروفيتي على لوكازيون. المهم بعد ما خلصت قصيتها كيما هكا حطيتها تتقلى وروحت مباشرة نحضروا الخبز نتاعنا. في الخبز نتاعنا واش نحتاجو؟ مغرفة سكر، مغرفة خميرة، مغرفة نتاع لحظة كبيرة، ومغرفة نتاع ملح، ونص كاس نتاع الزيت. راح نخلط المكونات تاعي مليح وبعدها نزيد نضيف الملح نتاعي ونضيف مغرفة نتاع خل، ولهنا نحكم نبل بالماء دافي. نعود لكم المكونات، درت مغرفة نتاع سكر، مغرفة خميرة، مغرفة تاع لحظة كبيرة، ومغرفة صغيرة ولا متوسطة نتاع ملح، ونص كاس تاع الزيت، ومغرفة نتاع خل، ونبل بالماء الدافي. هذه هي، والمراحل كيف حطيتهم راهم مبين في الفيديو. بيان سور نخليو الملح هو اخر مرحلة نحطوها باش ما يتفاعلش مع الخميرة نتاعنا وتروح الخميرة تاعنا. هادي حبيبتي اللي هنا الخل واللحظة راح يلعبوا دور المحسن، هاد العجينة راح تجي بزاف بزاف خفيفة. أما الكمية نتاع الدقيق اللي درتها، درت حوالي كيلو، حوالي واحد كيلو غرام. اللي هنا كيما راكم تشوفوا راني نبل في العجينة تاعي بالماء دافي، لهنا العجينة تاعي تكون طرية تتلاصق في اليد، ما تكونش ناشفة خلاص وما تكونش جارية خلاص باش نقدر نشكلها، هي عادي. ولهنا البنات على فكره العجينه تاعي هذه الكميه اللي كادين تشوفوا فيها كميه صغيره خلاص، راكم شفتوا واش دارت لي، درت بها الخبز ودرت بها البيتزا، راهي نفس العجينه درت بها الخبز ودرت بها البيتزا، وراكم شفتوها كيفاه جات بزاف بزاف خفيفه وبزاف هايله، وسخطوا الخبز هذا كيفاه جا، روعه روعه روعه. هلا هنا البطاطا البنات تقلات لي ناحيتها، كنت تشوفوا في البطاطا هذه شو ما تحطوها تحمر ليه ليه. المهم مي بون، ناحية البطاطا تاعي حطيت فيها شويه فلفل كحل وحطيت فيها شويه نتاع ملح وخلطتها وخليتها اباغلات، ورحت نقص الخضار نتاعي. اللي هنا في الخضار واش نحتاج؟ نحتاج حبيبه تاع طماطم، حبه تاع بصل، وواحد تاع فلفل خضر، يعني فلفل حلو. فوالا كيما راكم تشوفوا لهنا باش تجيني نوع برك، لا تقدري تحطي اي نوع تاع خضار عندك، مي هادو هما اللي سريع يطيبوا بسرعه. فوالا، حطي الخضار اللي يطيبوا بسرعه برك باش ما تديلكش الكراتا تاعك الوقت. اما هادوك خليتهم، شفتوا الطماطم هذيك خليتها باش نديرها للديكور تاع الخبز، ومنها بات تنحيت شويه من الفلفل حطيته باش ندير به الديكور تاع الخبز. شوفوا حبيبه فلفل وحبيبه طماطم وحبيبه بصله واش درت بها يا البنات، نوعت في الطاويله تاعي. و ما كثرناش،
قال هنا راني كذا نحي في الزيتون، قطعت شويه زيتون خضر ثاني حطيته ابار، هذا واش نحتاج في الكراتان تاعي مع البطاطا تاعي. جاو وليداتي هم ضربوا نصها بسلامتهم، قلت لهم صحتكم. المهم البنات جبت البطاطا تاعي حطيتها في المول، المول اللي كنت حندي في الكبير واللي درت في الصغير كي كلاو لي البطاطا. المهم حطيت الفلفل الخضر وحطيت الطماطم وحطيت شويه تاع بصله، زدت فوقها شويه تاع فلفل اسود، شويه تاع حمار، شويه كركم، وشويه نتاع ملح. ورحت جبت لاموطارد نتاعي، حطيت مغيرفه صغيره نتاع موطارد، وهذه صلصه الطماطم ديجا راني مطيبتها معاكم بصوص طوماط عادي، طماطم طيبيها مع ملح فلفل كحل وشويه ثوم وترحيها، هذه هي. وحطيت زوج مغيرفات نتاع الزيت، ولا انا خلطت المكونات تاعي تخيميه مع بعضهم، حتى لازم ندخل يدي باش يمتزج الخليط نتاعي مليح ويدخلوا لي زيبيس في البطاطا والخضار اللي حطيت، مع نصيف كاس نتاع ماء قطيره برك نتاع ماء. وهذه يا البنات وحكمت غطيتها ودخلتها للفرن تاعي، لهنا هذا نكمش وانا هكا باش يحكم لي بلاصتو خمني يبقى لي واقف، وزدت غطيتها بالالومنيوم من الفوق. ولهنا الفرن تاعي ديجا راهو سخون، دخلتها للفرن ورحت نتبل الدجاج نتاعي. الدجاج نتاعي واش تبل بواش تبلته؟ اول حاجه بديت بها هي الملح، حطيت شويه تاع ملح، نزيد نحط شويه تاع كركم، شويه تاع فلفل اسود، شويه تاع لي زيبيس نتاع دجاج، ايبيس دجاج، ومغرفه نتاع موطارد، وزوج مغرفات نتاع الزيت. هل هنا خلط الدجاج تاعي مليح، نغطيه ونخليه اباغ حتى نولي راح نقليه. هذه هي، هذه التتبيله تاع الدجاج تاعي اللي درتها. فوالا غطيته وحطيته ابار، ورحت لهنا البنات نعاود نمسح تاع البلون دي طرافاي تاعي. دونك خدمت فيه كل شيء، راح نخدم بالعجينه لهنا، عقمته بشويه خل باش نقدر نعجن فيه. هاكو تعرفوا البنات الجاراتي ما راهي تستهبل. هذه يا البنات هنا بعد ما طلعت لي العجينه تاعي وضعف لي الحجم نتاعها، عجبتها كيما راكم تشوفوا، دخلتها شويه برك في بعدها ما عجنتها ما والو، راح نقسم. لهنا درت ثلاث خبزات نتاع الخبز هذاك، شوفوا قد ما درتهم صغار خلاص، وكل شفتو كيفاه جاو، والله يا البنات غير يشبعوا وبزاف بزاف هايلين، وسورتو سورتو الشكل تاعهم، الشكل تاعهم هائل. اما البيتزا درت خمس وحايد نتاع بيتزات، البيتزا هذيك التركيه درتهم وانا حطيت نديرهم صغار، سعجوني كبار راكم شفتوا الكميه تاع الفرينه اللي درتها، الله يبارك شوفوا قد ما دارت لي. سمي بسم الله وروحي يدك، ربي يطرح البركه في كلش. هذه يا البنات لهنا راني كذا نحل في الخبز نتاعي، حليهم لي بيسور تاعهم حوالي زوج سنتيمتر، زوج مليمتر ولا ثلاثة مليمتر، وحطي هاني كذا نحل ونحط في حداكم في البلاطو. هاكو قاعدين تشوفوا في السمك اللي حليته، هاكو شفتوا قد ما طلعت الله يبارك، حتى ضعف الحجم تاعهم ولا تريبل مش دوبل. الا هنا بصح كي ديروه مع البنات ما تدخليهش للفرن مباشره، خليه ساعه يضاعف الحجم نتاعو وهو على برا، وبعدها دخليهم للفرن. انا وجدتهم حطيتهم ابار، ما بزمان حطيت الكراتان تاعي طابلي، كي طابلي الكراتان بديت نطيب لهنا البيتزا تاعي والخبز، لقيتهم ضاعف حجمهم وجاوني خفاف يهبلوا. المهم المعجنات لازم كي تعطي لهم وقتهم في الطلاع. هذه يا حبيباتي الا هنا واش حكمت، حكمت شويه عظمه كامله، حطيت فيها حليب، حطيت فيها مغرفه تاع سكر صغير على راس المغربك، ومغرفه تاع خل، وخلطتهم مليح ودهنت بهم الوجه نتاعي تاع الخبيزات هذو، وحطيت الفلفل هذاك والزيتون اللي شتوني قطعته وحداكم كيما راكم تشوفوا، وشويه تاع بصل، وخليتهم بجهه يطلعوا لي، وحطيت شويه ثاني تاع معدنوس من فوق هكا رويشه تاع معدنوس، وخليتهم يطلعوا لي. هذا للديكور برك، وزاد كيما نقولوها البنة فوق هاد الديكور اللي عايز تاكل قبل الفم. هذه هي، ولا انا زدت زاود شويه جنجلانيه ما تكثروش بزاف، شويه برك هكا على الحريفات هكا برك، مع شويه سينوج وخلاص، ما تكثروش باسكو ماهوش خبز الدار ولا بصح، خبيزات بزاف بزاف هايلين يعني، ترافقيهم مع الجاري بزاف هايلين البنات. هذه حق، ولا هنا راني حطيت لهنا الدجاج تاعي يتقلى هذاك اللي درته، وراح نكمل نقرص البيتزا نتاعي باسكو نحتاج راح نهز منه، منها للكراتا ومنها للبيتزا بعد. ايسي كي ديري الحاجه ديما نقصي شويه هكا وهكا، لازم كي يمشي كل حاجه ديري لها حاجتها، كي تديري الوصفات نتاعك ايسي كيفاش ديري الوصفات يتمشوا مع بعضهم. وهذه يا حبيباتي
كما راكم تشوفوا، الا هنا البيتزا تاعي هذه حنحلها بشكل طولي، راح نحلها بشكل طولي تسمى مش دائري، ديريها طوليه كما راكم تشوفوا الشكل تاعها زي مش. الا هنا البنات راح نبدا، عندي لاصوص طوماط هذيك اللي راني ندوبتها دايرتها ومخبتها في كونجيلاتور، جبتها كما نقولوها الصباح باش نخدم بها العشيه، هاي دابت لي. حطيت شويه تاع طماطم، ولا هنا هذيك لافيون داشي ما طيبيهاش، من الاحسن خليها طيب لداخل باش تجي تطلق لك البنه في البيتزا تاعك. حطيت الاولى حطيت فيها لافيون داشي، الثانيه درتها بالطون، والثالثه درتها بالدجاج اللي طيبته معاكم وتبلته، وهذوك اللي بقاو ثاني راح نكملهم كيما هكا، يعني فيون داشي دجاج وطون. ولا هنا هذه الطريقه اللي نقفل بها البيتزا التركيه نتاعي، تكي مليح الحرف باسكو راهي دوك تفتح لك في الفور، الضغطي بالطريقه هذه اللي درتها اتكي مليح، ما تخافيش مش راح تتغطى لك الحشو تاعك، المهم خلي الوسط مفتوح بيان سور، ما تقفليش وتكي مليح على الاطراف. وحاب هذه الطريقه يا البنات، وباش ما تتحلكش، سينو لو كان ديريها برك هكاك وتحطيها راح تفتح لك الداخل. الا هنا البنات حطيت الفرماج هذاك موندور تاع شيدار، فرماج ابيض، وزدت فوقو ثاني شيدار مرابي، وقطرات برك من الكريم فخاش باش يجيني الوجه املس وغني هكا، والفرماج تاعي ما يهبش، تجي تهبل حتى في المذاق تجي بنينه. فوالا كيما هكا البنات، وحكمت دهنت الاحرف تاعها بنفس الخلطه اللي درتها للخبز، زدت كملت دهنت بها البيتزا تاعي الحرف باش يحمروني مليح ويجيو مقرمشين. فوالا البنات هذه هي الطريقه، فوالا هذه الطريقه اللي درت بها. راح نكمل باقي البيتزا تاعي وبعدها راح نحطها الطيب لي. فوالا لهنا راح نكمل الساع، نكمل الكراتا تاعي، ما بزمان لهنا يطلعوا لي شويه لي بيتزا تاعي هادو ويرتاحوا، واون ميم طون نكمل نطيب الكراتا باسكو راهو قاعد يطيب لي في الفور. لهنا ماذا بيا نزرب نكملوا ساع، نحيها ليا ونروح نكمل الخبيزات تاعي وهذاك والبيتزا تاعي. لهنا بعد ما طاب لي الدجاج حكمت حطيت حوالي كاس عليه نتاع كريم ليكيد تاع كريمه سائله، وخليته يعقد شويه مع شويه فرماج رابي، وبعدها صبيته مباشره بعد ما جبت من الفرن. لهنا لازم كي تجبدي الكراتان تاعك من الفرن مباشره تصبي فوق الخليط هذا. فوالا لهنا راني جبت الكراتان تاعي راهو سخون، جبته من الفرن حطيت فوق فرماج موندور هذاك تاع شيدار، وزدت حطيت فوق الخليط تاعي اللي درته. فوالا هاهو هو سخون، ما تخليهش يعقد خلاص باش يجيك ما يجيكش ناشف بزاف الكراتا نتاعك، يجيك هكا مايه شويه من داخل، تما كي تاكليه تقدري تاكلي ما يجيش شايح خلاص. فوالا فوالا وزعي الدجاج كامل على الكراتا نتاعك، وبعدها اضيفي شويه نتاع فرماج غابي، الفو با تكثري باش ما يجيش يكهم بزاف، ماكري فرماج هذا اللي نديرو انا ماهوش من لو جوغ اللي يكهم تاع شيدار، ومام هكاك وما تكثريش باسكو فيها الكريم ليكيد، فيها الفرماج، فيها الدجاج، فيها يعني راهي غاليه من كلش، راهو طبق متكامل يعني. وزيد من فوق رشه نتاع معدنوس هكا برك باش يعطيني للوجه هذيك البها هذاك. لهنا بعد ما تضاعف لي الحجم كون شتو قد ما حليته، هاو تضاعف لي الحجم تاعو راح نحطو يطيب، وراح نحط الكراتا معاه اون ميم طون باسكو الكراتا راح نقريه برك من الفوق، راح نخليه يساعدو بلي شويه الفرماج هذاك ومن بعد نشعل عليه من الفوق. هذه حبيباتي دخلتهم مع بعضهم، ولهنا هاي لهنا بعد ما طابت لي هذوك الخبيزات يا البنات، والله والله العلي العظيم غير جاو يهبلوا يهبلوا يهبلوا، وزيد ما يديوش الوقت ما يديوش الوقت، كشغل لاباط تاع بيتزا وزيناها كيما هكا. وبعد ما خرجتهم حكمت شوي زيت زيتون ولا في الغطاء تاع تاع القرعه بشويه بالبانسو فوت عليها،
باش يعطيني هذيك اللمعه الباهيه هذيك، ويزيد يبقاو طريين، ما يوليوش يابسين، يبقاو طريين الخبيزات نتاعك. وهذه يا حبيباتي شوفوا كيفاه جاو يهبلوا شهيتكم في الجنه. نتمنى تجربوا هذه الخبيزات هذو، تفرحوا بهم وليداتكم. تقدري ما ديريهم اقل من هكا، تقدري ديريهم اقل من هكا، ولا تقدري ديريها خبز الدار كبيره يعني على قد الواحد نتاعك، راح تجيك تاني مليحه. مي هذو هكا جا الشكل تاعهم، درتهم انا موايا، جا الشكل تاعهم بزاف رائع وبزاف يعني كلاس. وهذه هي حبيباتي. لهنا راح نكمل نزيد نحط البيتزا نتاعي، وكما راكم قاعدين تشوفوا لهنا راني راح نقسم لكم باش تشوفوا كيفاه جا خفيف من داخل، جا يهبل يهبل يهبل. هاو كما راكم تشوفوا عينكم ميزانكم، هاكو تعرفوا الحاجة كي تجي خفيفة. لهنا راهو سخون، جا بزاف هايل. راح نفرغو من البلاطو باش نكمل البيتزا تاعي في هذا البلاطو هذا. ديجا نفرشها فيه الكارت البابي، ما كان لها نزيد نفرش فيه واحد اخر، وراح نزيد نعتلكم الكراتان تاعنا بعد ما جبدناه كيفاه جانا. فوالا لهنا بعد ما جبدتو زدت رشيت فوقو شويه تاع فرماج شويه برك، ما زيديش تدخليه باش يمهيلي برك الكراتان تاعي. وشوفوا كيفاه جا من الداخل، شوفوا كيفاه يا البنات. انا كنت صايمه وهذيك الريحه اللي طالعه، يا والله شوفوا قدام مره نغلط نقول اسنا ندوق هذه بفرشي ثاني بعد اسنا نعاود نرجعها، لي صايمه واش بيكم يا البنات. شوفوا جا الشهي الشهي، جات فيه بنت الشاورما، بنت الخضار، بنت البطاطا، شوفوا خلط خلط، راهو كراتا ما يتشبعش. على بالي حيتعودوا تعتمدوه سخطوا للنساء العاملات، وسخطوا اللي عندها وليدات هيصوموا بزاف بزاف هايل، وعلى بالي راح يعجبهم. وكما قلت لكم تقدروا تدخلوا فيه، هذه بالنسبه للناس اللي ما ياكلوش وليداتها الخضار، تقدري تدخلي فيه الخضار اللي تحبي، يعني كي يلقاو الفرماج ويلقاو الدجاج ويلقاو البطاطا مقليه ماهوش حيتولهوا للخضار اللي زدتيها. وهذه حبيباتي هذا هو الكراتا تاع النهار تاع نهار اليوم. نتمنى يكون عجبكم وتجربوه، وتكتبوا لي تحت في لي كومونتير تاني واش رايكم فيه، واش رايكم في الخبز، واش رايكم تاني في البيتزا التركيه هذه اللي درناها، درت بيتزا تركيه على طريقتي الخاصه. وهذه يا حبيباتي دوك نقسم لكم لي كراتا وتشوفوه كيفاش جا. لهنا بعد ما متماسك شويه وحكم روحو نقدروا نقسموه ويجي حاكم روحو. البنات ما يجيش متفتف يعني ولدها، يجي حاكم روحو مليح. لهنا ها هو وشوفوا زي ماش من الداخل تاني، ما يجيش هذاك اللي ناشف خلاص، يجي شوفوا معلك هكا، يجي بنين، يجي يهبل يهبل. شاهدكم في الجنة حبيباتي، وراح نكمل نعتلكم البيتزا تاعنا ان شاء الله كيفاه جات. وهذه هي هذوما الوصفات تاعي تاع نهار اليوم، نتمنى يكون عجبوكم وما طولتش عليكم، يعني ما حبيتش نديلكم كل وصفه وحدها، درت لكم ثلاث وصفات يعني تاع فطوري حطيتهم مع بعضهم. وللاسف ولا فطوري هذا اللي درتو كي عاد الزوج ما كانش في اخر دقيقه ظهر لي غيب، والله ما قدرت نفطرو. ايا معليش قلت خليني نسخن ان شاء الله الغدوه الا كتب ربي، واش راح يروح هكاك. البيتزا تاعي البنات هاي بعد ما تعبت لي، وشوفوا هذيك شتو الرشه هذيك تاع لاكريف خاش اللي حطيناها، راح تخلي لكم الوجه تاع البيتزا تاعكم رائع 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 يا البنات. تخليه يهبل وتخليه طري وما يبش، حتى الفرماج هذاك تاعك ما يبش. درك نقسم لكم البيتزا كيفاه جات، ونخليكم تكملوا لا فيديو البنات للاخير، تشوفوا الخفه تاعها وتشوفوا كيفاه جات وتشوفوا البها هذاك. المهم حبيباتي تفرحوا بها عائلتكم ووليداتكم، وفرجه ممتعه. الى اللقاء ان شاء الله في فيديو واحد اخر، مع السلامه.